الرئيس السيسي يؤكد لماكرون ضرورة التعامل مع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل. وزيرة الاستثمار تعلن توقيع 40 اتفاقية بقيمة 1,600,000,000 يورو بين مصر وفرنسا. ختام فعاليات التدريب المصري البحريني حمد 3. التاسعة مساء السابعة في غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة. أهلا بكم، والبداية من زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون لمصر. يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في المنتدى الاقتصادي المصري الفرنسي. أشار السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن المنتدى سيشهد استعراض خطوات الإصلاح الاقتصادي بالدولة، وكذا مناقشة سبل تعزيز حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر. تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون مدينة الفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة. المدينة أقيمت على مساحة 127 فدان، وتضم دارا للأوبرا وعددا من المسارح وقاعات العرض والمكتبات والمتاحف والمعارض الفنية لكل أنواع الفنون التقليدية والمعاصرة. وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية تعد الإنجاز الثقافي الأضخم بالشرق الأوسط ومنارة للإبداع الفني والفكري والثقافي. شدد الرئيس السيسي على ضرورة التعامل مع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل دون تجزئة. وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أوضح الرئيس السيسي أن مصر تولي هذه الحقوق أولوية بارزة. كما شملت محادثتنا حوارا إيجابيا حول الأوضاع الراهنة لحقوق الإنسان في بلدينا ومنطقة الشرق الأوسط والقارة الأوروبية، حيث أكدت الأهمية التي تليها مصر لهذه المبادئ والقيم التي ترسخت عالميا باعتبارها مكونا رئيسيا في كافة الجهود المبذولة لانطلاق شعب مصر نحو التقدم والازدهار. إن مؤسسات المجتمع المصري بجميع أشكالها التنفيذية والتشريعية والقضائية والمدنية تتضافر جهودها لتطوير منظومة حماية حقوق الإنسان من منطلق فهم معمق لعوامل التاريخ والحضارة والتراث التي تقود إلى حركة التطور الطبيعي للمجتمع وفقاً لدرجة امتلاكه للعناصر اللازمة التي تدفعه من مرحلة إلى أخرى اتساقاً مع تطلعاته الوطنية ومسؤولياته الإنسانية. ولا يخفى هنا ضرورة التعامل مع قضايا حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، لأن جميع تلك الحقوق متشابكة ومتداخلة وتعزز بعضها البعض ولا يمكن تجزئتها. فالحق في الحياة والأمن وحرية الرأي والتعبير والتنمية بما يشمل الحصول على غذاء ورعاية صحية وتعليم ومسكن لائق، إنما هي حقوق توليها مصر أولوية كبيرة انطلاقا من مسؤوليتها تجاه مواطنيها والتزاما ببنود الدستور التي تعد أساسا راسخا لحماية حقوق الإنسان، وأن الشعب المصري صاحب الحق في تقييم مدى ما يتمتع به من حقوق سياسية واقتصادية واجتماعية. وقال الرئيس السيسي إن الدولة ضمن حرصها على حقوق الإنسان قامت في الأشهر الثمانية الماضية بعلاج 10,000 مواطن شهريا بمعدل 120,000 حالة انتظار للعلاج. لكننا عندي قوائم انتظار للمرضى في مصر كانت بنعالج، بس تقدر مصر تعالج 10,000 مواطن في السنة وتقدر تدبر الموارد لكده ل10,000. عندما تقوم مصر خلال الثمان شهور اللي فاتوا بمعالجة 10,000 كل شهر بمعدل 120,000 حالة انتظار لعلاج علاج ضخم، علاج كبير، أورام، يعني جراحات كبيرة، هل ده لما أعمل الكلام ده 120,000 مواطن أسعد أسرته وأسعد ده وأسعد ده، هل ده مصر ما رعتش حقوق الإنسان من منظور آخر غير المنظور اللي أنتوا بتتكلموا فيه؟ مع كل تقديري للمنظور بتاع
المدونين. ولكن مصر لن تقوم بالمدونين، مصر لن تقوم بالمدونين، وانا بقولها لكم بمنتهى الصراحه، مصر تقوم بالعمل والجهد والمثابره من جانب ابنائها. احنا بنعمل اصلاح اقتصادي واصلاح اجتماعي واصلاح سياسي واصلاح ديني. واعلن الرئيس السيسي الاتفاق مع ماكرون بخصوص العمل على مكافحه الارهاب والذي يهدد متطلبات التنميه المستدامه ورفاهيه شعبي البلدين. لقد شهدت محادثاتنا اليوم كذلك اتفاقا في الرؤى بشان اهميه الاستمرار في مواصله العمل لمكافحه ظاهره الارهاب البغيض الذي يستهدف امن الدولتين ومصالحهما على حد سواء، وبالتالي يمثل تهديدا مباشرا لجهودنا في تحقيق متطلبات التنمية المستدامة والتحدي الأكبر على ضرب تحقيق رخاء شعوبنا. أشار الرئيس السيسي إلى أن مباحثاته مع ماكرون تطرقت لملفات الشرق الأوسط وأهمية التعاون الثنائي لتعزيز الاستقرار بإفريقيا. من ناحية أخرى فقد استعرضنا أيضا تطورات الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك خاصة في ليبيا وسوريا والقضية الفلسطينية ومنطقة الساحل الإفريقي وكذا ملف الهجرة غير الشرعي، فضلا عن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي وأولويات الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي خلال العام الجاري، وما تتيحه من فرص لتدشين تعاون ثلاثي بين مصر وفرنسا لدفع جهود التنمية في دول القارة الإفريقية. وقد أكدت من جانبي وقوف مصر ومساندتها للجهود السياسية الرامية لتسوية النزاعات الإقليمية والحفاظ على الدولة الوطنية وسلامتها الإقليمية والحيلولة دون تفككها أو السماح لقوة خارجية باستمرار العمل على زعزعة استقرار وأمن المنطقة تحقيقا لأهداف الإيديولوجية أو مصالحها الضيقة. وقال الرئيس السيسي أنه اتفق مع نظيره الفرنسي ماكرون على زيادة التبادل التجاري بين القاهرة وباريس. اتفقنا على ضرورة إعطاء دفعة قوية للتعاون في المجالات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة لتعكس مكانة وتميز العلاقات السياسية والاستراتيجية بين مصر وفرنسا. ومن هذا المنطلق أكدت لفخامة الرئيس ترحيب مصر بالشركات الفرنسية وتعظيم مشاركتها في المشروعات القومية العملاقة واستفادتها من الفرص الواعدة في شتى قطاعات الاقتصاد المصري، فضلا عن حرص الشخصي على دعم ودفع الاستثمار الأجنبي في مصر عامة والشركات الفرنسية على وجه الخصوص. أضاف الرئيس السيسي أنه ناقش مع الرئيس ماكرون التعاون الثقافي والتعليمي بين البلدين، وذلك بعد إطلاق عام 2019 عام الثقافة المصرية الفرنسية. لقد ناقشنا أيضا بإسهاب سبل تعزيز التعاون الثقافي والتعليمي بين مصر وفرنسا في ظل احتفال البلدين بعام 2019 كعام للثقافة المصرية الفرنسية، وفي ضوء التأثير المتبادل للتراث الحضاري لكلا البلدين على الحياة الثقافية والاجتماعية للشعبين المصري والفرنسي. فالنخبة المصرية المثقفة تأثرت بكتابات مفكري عصر النهضة الفرنسية، كما أن الشعب الفرنسي والرئيس ماكرون ذاته لديه ولع بالحضارة المصرية القديمة. ولا ننسى هنا إسهام علماء فرنسا في كشف أسرار وفك رموز حضارتنا الفرعونية العريقة. أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على رغبة بلاده في تعزيز العلاقات مع مصر، مشيرا إلى أن النمو الاقتصادي في مصر دليل على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح. بالنسبة لهذا التبادل يندرج في إطار شراكة تهدف إلى تنمية واستقرار ونجاح مصر. سيادة الرئيس السيسي أطلعني أيضا على إصلاحاته الطموحة الاقتصادية والتي يتم تنفيذها بكل شجاعة وحي الجميع أولى نتائجها. مصر تعود إلى مرحلة النمو الاقتصادي، وكررت للرئيس إرادة فرنسا في مواكبة نجاح هذه الإصلاحات ومن أجل دعمها أن نعزز أو أن نجند التمويل، وخاصة في السنوات الأربعة المقبلة مليار يورو من التمويلات الإضافية، وخاصة عن طريق الوكالة الفرنسية للتنمية والاتفاقات التي وقعنا عليها بينت تنوع هذا الدعم وأهميته. أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تفهمه لكل القرارات المتعلقة باستقرار مصر وتطوير وتنمية الاقتصاد والسياحة، مؤكدا أنه لن يعطي دروسا للمصريين ويحترم التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجهها الدولة المصرية.
أنا أحترم كثيرا كل القرارات المتعلقة باستقرار مصر وإرادة الرئيس بتفادي زعزعة الاستقرار وتطوير وتنمية الاقتصاد والسياحة، وأنا سوف أرافق مصر بكل قواي على هذا الطريق، والرئيس يعرف ذلك وتكلمنا عن ذلك اليوم. أنا لا أقلل أبدا من شأن التحديات الأمنية التي يواجهها سيادة الرئيس، أنا لا أقلل أبدا من شأن صعوبات إعادة بناء دولة وتطوير اقتصاد حديث وعصري، وبالتالي لا أملي أي درس، وأنا أرى الجهود الجبارة التي تبذل لكي يتم احترام حرية العبادة والمعتقد وحماية كل الديانات، وأنا أرافقها وأواكبها. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين، وذلك بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة وبحضور وفدي البلدين. تضمنت الاتفاقات مذكرة تفاهم في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومنحة بقيمة 2 مليون يورو لصالح وزارة المالية، ومذكرة تمويل المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق بقيمة 336 مليون يورو. كما شملت الاتفاقات مذكرة تفاهم للتعاون بين الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب والمدرسة الوطنية الفرنسية. أكدت قرينة الرئيس السيدة انتصار السيسي أهمية تعزيز العلاقات المصرية الفرنسية بجوانبها كافة. أشارت السيدة انتصار السيسي خلال استقبالها لقرينة الرئيس الفرنسي بريجيت ماكرون إلى اعتزاز الشعب الفرنسي باهتمام فرنسا الرسمي والشعبي بالحضارة المصرية القديمة وما قدمه المفكرون الفرنسيون للحضارة الفرنسية. من جهتها عبرت بريجيت ماكرون عن سعادتها بزيارة مصر والمواقع الأثرية التي تشهد على فجر التاريخ، وبحث الجانبان خلال اللقاء أيضا قضايا تمكين المرأة ورعاية الأطفال، فضلا عن مبادرات المجتمع المدني في مجالات الصحة والتعليم والإسكان وتحقيق العدالة الاجتماعية. قامت قرينة الرئيس الفرنسي بزيارة إلى منطقة أطار الهرم، وذلك على هامش زيارة الرئيس ماكرون الرسمية إلى مصر، وامتدت الجولة لنحو ساعتين، تفقدت خلالها الهرم الأكبر ومتحف مركب الشمس وتمثال أبو الهول، وانتهت ببانوراما أهرامات الجيزة، حيث استمعت خلالها لشرح مفصل عن تاريخ المنطقة الأثرية ومشروع تطوير منطقة الأهرامات، كما حرصت على التقاط الصور التذكارية لها في المنطقة. أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن عدد الاتفاقيات الموقعة خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وصلت إلى 40 اتفاقية بقيمة 1.6 مليار يورو، ما يعكس عمق الروابط والعلاقات الاستراتيجية الممتدة بين البلدين. جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي الذي عقد بتعاون مع غرفة التجارة الفرنسية، حيث شهد المنتدى توقيع نحو 32 اتفاقا في عدة مجالات. من جانبها أكدت سكرتير الدولة لوزارة الاقتصاد الفرنسي أن فرنسا تعد من أكبر الدول المستثمرة في مصر، حيث يتعدى إجمالي الاستثمارات الفرنسية 5 مليارات دولار، مشيرة إلى أن عدد الشركات التي تعمل في مصر نحو 160 شركة. وقعت شركة سانوفي مصر الشركة الرائدة عالميا في مجال الصناعات الدوائية والبحث والتطوير العلمي مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة والسكان بهدف تعزيز خدمات الرعاية الصحية بالمستشفيات. جاء ذلك خلال المنتدى الاقتصادي المصري الفرنسي، وبحسب مذكرة التفاهم ستعمل الشركة على دعم التعليم الطبي ونقل الخبرات الفرنسية في المجال الطبي ورعاية المرضى في الحالات الحرجة. وأشادت وزيرة الصحة هالة زايد بالخبرات الفرنسية في قطاع الرعاية الصحية والصناعات الدوائية. من جانبه قال وزير الاتصالات عمرو طلعت إن الاتفاقيات الثنائية بين مصر وفرنسا تخدم مختلف القطاعات الاقتصادية. أضاف طلعت لأكسترا نيوز أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة لتوعية شباب الصعيد بأهمية ريادة الأعمال. قال بالفعل عدد كبير من الاتفاقيات اليوم كلها بالغة الأهمية ولها قيمة كبيرة في دعم وتطوير كافة أطياف صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،
وقعنا اتفاقية مع شركة أورنج بمركز اتصال في أسيوط، وده له قيمة كبيرة انه في مدينة أسيوط اكثر من 500 مقعد. وقعنا ايضا اتفاقية مع شركة فاليو بزيادة عدد موظفيها في مصر بمقدار 1000 مهندس جديد في مجال البرمجيات المدمجة. ايضا وقعنا اتفاقية مع الحكومة الفرنسية لتبادل المشورة والخبرات في مجال دعم ريادة الأعمال والفكر الابتكاري. أيضا وقعت شركة أورنج مجموعة من الاتفاقيات مع وزارة الكهرباء باستثمارات بلغت أكثر من 250 مليون جنيه في مجال الطاقة الشمسية، ومع وزارة التضامن الاجتماعي في مجال توفير فرص عمل في القرى والنجوع. أكد الدكتور علي المصلحي وزير التموين في تصريحات لإكسترا نيوز على هامش المنتدى الاقتصادي للاستثمار أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة لتطوير البنية التحتية الخاصة بالتجارة الداخلية. الاتفاقية الأولانية وهي الدراسة والدعم الفني عبارة عن ست شهور، في مرحلة أولانية 3 أشهر هيطلع منها نتائج ما نسميه نتائج أولية للتخطيط العام للأسواق في جمهورية مصر العربية، ثم بعد ذلك ندخل في تفاصيل كيفية الإدارة وكيفية الدعم الفني وكيفية برامج التدريب وكذلك نظم المعلومات اللازمة في ذلك. فبنهاية الست شهور هيكون انتهت. التكلفة المبدئية ذلك أكثر من 80,000 يورو، ولكن دي منحة من الجانب الفرنسي، لن تتكلف مصر حاجة. اللي هينتج من ذلك اي مشروع بنتكلم فيه سوق عبارة عن 20 فدان او 40 فدان، انت بتتكلمي حضرتك في 200 مليون يورو، يعني بتتكلمي في مليار جنيه او ما شابه ذلك. الكلام ده هيكون في مشاركة اقتصادية، يعني يدخلوا برأس مال واحنا ندخل برأس مال سواء الحكومة او القطاع الخاص لتطوير وبناء مثل هذه الاسواق، وبالتالي هنجد العائد ان شاء الله هيبان ممكن كمرحلة اولى من هنا لسنتين هنجد كيانات على الارض موجودة تدعم التجارة الداخلية في مصر وتدعم ضبط الاسواق في مصر. أعلن وزير النقل هشام عرفات أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون مع فرنسا لتطوير أنظمة السكك الحديدية، مشيرا في تصريحات لإكسترا نيوز إلى وصول دفعة جديدة من جرارات القطارات قبل نهاية العام الحالي. العقد الأولاني تم توقيعه أمام سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وخط الرئيس إيمانويل ماكرون في الاتحادية بخصوص الوصلة الأخيرة من مترو الأنفاق الخط الثالث إن شاء الله، اللي هو هيوصل للمطار من ميدان هيليوبلس للمطار. والنهاردة وقعنا مع الشركة العقد إن شاء الله التنفيذ بإذن الله، إذن بالحصول على التمويل بقى إن شاء الله النهائي عشان نبتدي التنفيذ خلال إن شاء الله 3 سنين يكون بإذن الله مترو الأنفاق وصل لمطار القاهرة. العقد ده بحوالي في جزئين في التمويل بتاعه 286 مليون يورو من سبورتد بالحكومة الفرنسية بحقيقة في شروط ميسرة، 5 سنين سماح وعشر سنين سداد بنسبة فايدة بسيطة خالص تصل إلى حوالي 9% وزائد قرض تجاري ب 50 مليون يورو. إن شاء الله الدولة هتحط بالنسبة لها في استثمارات يعني فيه بالإضافة إلى المبلغ اللي هو 336 مليون يورو حوالي ما يكافئ حوالي تقريبا حوالي 4 مليار جنيه. إن شاء الله بإذن الله هذا المشروع في منتهى الأهمية طبعا لخدمة النقل الجماعي في مصر. إحنا بحلمنا إن إحنا نوصل نربط الخط الثالث كان بالمطار، والحمد لله في ظل الإرادة السياسية إنها تدفع الحقيقة النقل الجماعي، إحنا النهاردة بنشهد حقيقة طفرة كبيرة بإذن الله يعني بحقيقة إرادة غير مسبوقة من القيادة السياسية في كل المجالات. النهاردة احنا فعلا على سبيل المثال كمان فاتحين المظاريف اللي هي خاصة بالمونوريل الخاص بالعاصمة الإدارية الجديدة، و 6 أكتوبر وإن شاء الله هنعلن عن الفائز في خلال الأيام القادمة. اختتمت فعاليات التدريب البحري الجوي المشترك حمد 3 والذي استمر لعدة أيام بمملكة البحرين بمشاركة عناصر القوات البحرية والجوية لكل من مصر والبحرين.
اختتمت فعاليات التدريب البحري الجوي المشترك حمد 3 والذي استمر لعدة أيام بمملكة البحرين الشقيقة بمشاركة عناصر القوات البحرية والجوية لكل من مصر والبحرين. اشتمل التدريب على قيام عناصر القوات البحرية بتنفيذ أعمال الاستطلاع البحري للأهداف المعادية وتنفيذ عدة تشكيلات بحرية أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية لكلا البلدين على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية والاستعداد القتالي المستمر لخوض المعارك البحرية والتعامل مع الأهداف البحرية المعادية بكفاءة عالية. كما نفذت القطع البحرية المشاركة تدريبا متميزا للرماية بالذخيرة الحية لصد وتدمير الأهداف السطحية أظهرت مدى الدقة في إصابة الأهداف التي يتمتع بها المقاتلون من مصر والبحرين. وتم التدريب على عمليات تبادل واستقبال الطائرات على أسطح الوحدات البحرية وتنفيذ العديد من الطلعات المختلفة لاكتشاف الغواصات المعادية. كما نفذت القوات الخاصة البحرية التدريب على الرمايات المختلفة والتدريب على اقتحام وتفتيش السفن المشتبه بها والتي أكدت قدرة الجانبين على تنفيذ عمل جماعي مشترك في تناغم تام بين القوات الخاصة المصرية والبحرينية. كما قامت العناصر المقاتلة من القوات الجوية لكلا البلدين بالتدريب على تنفيذ عمليات جوية مشتركة للدفاع والهجوم على الأهداف المعادية، كذلك تبادل الخبرات لتوحيد المفاهيم بين القوات بما يساهم في تحقيق أمن واستقرار منطقة الخليج العربي. وأعرب اللواء الركن الشيخ علي بن راشد آل خليفة مساعد رئيس هيئة الأركان للقوى البشرية لقوة دفاع البحرين عن تطلعه لزيادة حجم وتبادل الخبرات العسكرية بين البلدين، متمنيا أن تشهد الأعوام القادمة مزيدا من التدريبات المشتركة المصرية البحرينية. يأتي التدريب حمد 3 استمرارا لسلسلة من التدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة المصرية في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تبادل الخبرات مع الدول المختلفة. حضر المرحلة الختامية للتدريب العميد البحري الركن محمد يوسف قائد سلاح البحرية الملكية البحريني وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والبحرينية. أعلنت وزارة الداخلية نتائج جهود الإدارة العامة لشرطة السياحة والأثار بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات الأمن. في إطار التصدي الحاسم لجرائم حيازة القطع الأثرية بقصد الاتجار والتنقيب عنها، فقد نجحت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بالاشتراك مع قطاع الأمن العام وأمن أسيوط في ضبط أحد الأشخاص لحيازته قطع أثرية بمنزله بقصد الاتجار فيها، حيث عثر بمسكنه على 77 قطع أثرية أغلبها عملات معدنية ترجع للعصر اليوناني والروماني. كما تمكنت مديرية أمن القليوبية من ضبط عدد من الأشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار بمنزل أحدهم بقرية طحلة، وتم ضبط العدد والأدوات المستخدمة في الحفر والتنقيب. مديرية أمن الغربية أيضا استطاعت ضبط أحد الأشخاص بإحدى قرى المحلة لتنقيبه عن الآثار بمنزله وعثر معه على أدوات ومعدات الحفر. تمكنت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس من إحباط محاولة جلب 200 ألف قرص هرمونات زراعية محظورة. الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس أحبطت محاولة جلب 200 ألف قرص هرمونات زراعية محظور استيرادها، وذلك بميناء غرب بورسعيد كانت مخبأة داخل حاوية مشمولها المستندي المشروع مواد كيميائية للأغراض الصناعية. بعد 8 سنوات من ذكرى أحداث 28 من يناير 2011 نجحت التجربة المصرية في تحويل الصورة من فوضى وتخريب ودمار إلى تنمية وتقدم وعمل، وفي أن تكون نموذجا تتم دراسته في العالم، وذلك بعد أن عم الأمن والاستقرار ربوع البلاد بفضل رجال الشرطة والقوات المسلحة. المزيد في هذا التقرير. فوضى، سرقة ونهب، هجوم على المنشآت العامة والخاصة، تخريب طال أقسام الشرطة، هذه كلها مشاهد مأساوية مر عليها 8 سنوات. في مثل هذا اليوم من عام 2011 والذي عرف باسم جمعة الغضب، قامت جماعات الفوضى بالهجوم على عدد من المحال التجارية ومراكز التسوق وتوكيلات السيارات والبنوك بمختلف محافظات مصر، ما تسبب بخسائر مالية كبيرة. هذه الصورة القاتمة سرعان ما انعكست سلبا على الشارع المصري الذي بدا في حالة من الذعر من حالة الدمار والفوضى التي طالت بعض مؤسسات الدولة ولا سيما أقسام الشرطة.
هذه المشاهد أيضا رفضها المصريون وأثرت بالسلب على جميع مناحي حياتهم، ما أدى إلى انخفاض كبير في معدلات الاقتصاد والسياحة، الأمر الذي أعطى فرصة لأعداء البلاد وجماعات الفوضى للنهش في جسد الوطن وتدمير وتخريب مؤسساته ومنشآته. بعد 8 سنوات لم تنجح مخططات الفوضى والتخريب في تحقيق أهدافها في مصر، فبعد بزوغ شمس 30 يونيو عام 2013 وحتى اليوم تغيرت المشاهد المأساوية إلى نماذج ناجحة. تهاوت جميع أحلام المخربين مع عودة الاستقرار إلى الشارع المصري بفضل جهود وتضحيات رجال الشرطة الذين واجهوا وببسالة جرائم جماعة الإخوان الإرهابية. رجال الشرطة الأبناء الأوفياء لشعب مصر الأبي نجحوا في التصدي لكل من سولت له نفسه المساس بأمن واستقرار المجتمع، جنبا إلى جنب مع رجال القوات المسلحة الذين هزموا الإرهاب وعناصره الآثمة. لم يزيد سقوط الشهداء والمصابين منهم إلا إصرارا على صون الوطن وحماية المواطنين. عودة الأمن والاستقرار إلى مصر أسهمت بصورة كبيرة في تحول المشهد الفوضوي إلى إطلاق الآلاف من المشروعات التنموية في شتى المجالات، سواء كانت في الإسكان أو الطرق والكهرباء والصحة وغيرها، فضلا عن عودة مصر إلى المشهد الإقليمي والدولي انتهاء بترأسها للاتحاد الإفريقي خلال هذا العام. ما بين عامي 2011-2019 تحولت التجربة المصرية إلى نموذج تتم دراسته في العالم، نموذج يحتذى به في تحدي الصعاب وتحويل الصورة من فوضى وتخريب ودمار إلى تنمية وتقدم. أصدرت مدينة الإنتاج الإعلامي بيانا حذرت فيه من خطورة البث خارجها، وطلبت كافة القنوات الفضائية وكل المكاتب التي تقدم الخدمات الإعلامية داخل جمهورية مصر العربية والمكاتب الإعلامية الخارجية بسرعة تقنين أوضاعها والعمل من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي وفقا للقانون 180 لسنة 2018 والخاص بتنظيم الإعلام والصحافة. وأوضحت المدينة في بيانها أنها المكان الوحيد المعتمد للبث من داخل مصر، وأن أي قناة تبث من خارجها تكون مخالفة للقانون. يأتي هذا بعد إعلان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والصحافة انتهاء مهلة تقنين الأوضاع للقنوات الفضائية والمكاتب الإعلامية الخارجية وفقا لقانون الإعلام والصحافة. أعلن البنك المركزي ارتفاع إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 5.7% بمقدار 1,200,000,000 دولار خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2018. وأوضح البنك في بيان له أن إجمالي تحويلات المصريين بالخارج سجل 23 مليار و300 مليون دولار في الفترة المذكورة مقابل 22 مليار دولار في عام 2017. ختم هذه الجولة تذكير بأهم ما ورد بها من أنباء. الرئيس السيسي يؤكد لماكرون ضرورة التعامل مع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل. وزيرة الاستثمار تعلن توقيع 40 اتفاقية بقيمة 1,600,000,000 يورو بين مصر وفرنسا. ختام فعاليات التدريب المصري البحريني حمد 3. للمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.